تكونين ضيفه ببرنامج برنامج المشاهير، وحقيقه اليوم نورتني ومشرفتني. شكرا. الله يسلمك. مستعده للفقرات لو خايفه؟ اكيد. لا شوي. لا ان شاء الله اكيد ناخذ على الجو هسه. عندي الفقره الاولى اللي هي اسمها اصبع الاتهام، بس قبل لا انتقل لها اريد اعرف عمرك. عمري بعد شهرين اطب ال 22. العمر كله يا رب. اسمي هاجر احمد. نعم. عمري 22 سنه، سكنت بغداد. خريجه شنو؟ ما مدارسة ثالث. ها ثالث متوسط. يا رب نشوفك بعلى المراتب إن شاء الله. تمام، مستعدة لاصبع الاتهام؟ يلا. اصبع الاتهام. مبدئيا اليوم انت تحت اي مسمى، شاعرة او محبة للشعر او منشئة محتوى؟ منشئة محتوى ومحبة للشعر. محبة للشعر هو ينشئ محتوى الشعري. بس يجوز بالمستقبل يشوفوني شاعرة يمكن. انت عندك محاولات يعني؟ ما اعرف حاليا لا. احب استمع بس للشعر. يعني نهائيا ما جربتي؟ لا نهائيا. لا، مو هي الشعر الشعبي بصوره عامه هذه ملكه من رب العالمين. أي واكيد هديه. اذا من البدايه ماكو فخلاص ماكو. صدق؟ صح. اي لا مو انا هيك اشوف، يعني هذا المتعارف عليه بالشعر الشعبي. يقولون يعني يجوز بالمستقبل الصغير. اكو شوفي اكو خزين من، ايه؟ من الابيات اللي تحفظيها وكذا. ايه؟ يعني من خلالها يولد عندك بيت بيتين كذا، مرات هيك تجارب بسيطه، ابو ذية دارمي كذا. ابد؟ ابد. لا عاد ما تصيرين شعر. انا هم هيك اشوف يعني. لا احنا الناس امانه يعني حبوك بهذا المود. صحيح. زين، فانت ظلي على هذا المود.